السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح، ويسعد مساكم اذا كان عندكم مساء. معلش يا جماعة احنا ماشيين في الطريق. طبعا والله بقالنا فترة قاعدين، يعني داخلين في شهر كده، تعبنا من كتر القعدة والله. فقلنا نغير جو النهاردة ان شاء الله ونطلع نصطاد وربنا يسهل. بس يعني ايه، احنا مش عارفين الطلعة بتاعتنا هتبقى ايه، ظروفها ايه. احنا معتمدين على الله ان شاء الله، متوعدين مع الاخ صابر الحضراوي، رايحين الطرحة عنده ان شاء الله، ولكن الجو شتا. يعني معايا طبعا ابن خالي وخال عيالي، المستر امير الخوالق ابن خالي، ومعايا هندسة الغيات والحمامة اخويا امين النظلي، والباشا الكبير بتاعنا الفكاهي بتاع دمنهور الاخ احمد محمود، اللي اسم القناة اخ احمد حريف السيد. حريف السيد يا باشا، والله يا جماعه انا حافظها، بس ايه بنسقط بس عشان الشتاء. احلى مروعات رحاله، احلى امين. ان شاء الله يكون يومنا موفق. احنا هنشرحه لكم اليوم زي ما هو كده، خدنا سمك ما خدناش هنشرحوه، ولكن في الفيديو ده برضو ان شاء الله الناس اللي هي كانت طالبه مني شغل الدنيس، هنتكلم على شغل الدنيس برضو ان شاء الله، وهناخد راي الاخ صابر الحضراوي يزودنا بمعلومات. ان شاء الله هيبقى فيديو مسلي ودسم بالمعلومات باذن الله. خليكم معانا يا شباب، الله كريم. بصوا يا جماعه الصيد عامل فينا ايه. احنا كده داخلين للبحر من هنا، شوف سبحان الله دي الدخله بتاعتنا، وبعد كده البحر يا مسهل. الدنيا طبعا بتشتي علينا واحنا فرحانين بالكلام ده، عاملين زي العيال الصغيره. هنعمله ايه بقى؟ عايزين نغير جو. يلا الله كريم يا شباب. هنا برضو في لقطه للبحر اهي من هنا، يا مسهل الحال يا رب، ربنا كريم. خليكم معانا يا شباب، ان شاء الله هيبقى فيديو حلو ان شاء الله باذن الله. احنا بنوصف ايه، رحله كده من رحلات الرحاله، وزي ما تيجي معانا بقى. خدنا سمك، خدنا ما خدناش سمك، يبقى ايه، غيرنا جو. بس لازم يعني، احنا فرحانين باللي احنا بنعمله ده على فكره يعني. خليكم معانا يا شباب، لسه بندور على المكان اهو يا جماعه. الله كريم في عز الشتاء. الله الله كريم يا رب، ما شاء الله. بس والله احنا ممتعين بالاجواء دي. الله كريم يا شباب، الله كريم. ايوه طبعا يا جماعه، احنا جينا قعدنا ساعه تمام، نبنا في الساعه ديت ايه، ان احنا خدنا شويه كم سمكه الصغيرين دول، الله كريم. بس ايه يعني، غيرنا جو الحمد لله. يعني كنا كده مثلا قعدنا على الماء شويه دول، الساعه دي يعني ايه، غيرت شويه من روحنا. والله كريم احنا لسه قاعدين شويه، ربما يضرب حاجه، ما كانش يبقى هنخش بقى على الايه، على النظر ان شاء الله. الله كريم يا جماعه، عند الطيب المحترم عملاق الصيد بالبوصه اخويا صابر الحضراوي. والله العظيم احنا غيرنا جو، واكيد يعني الناس اللي هي بتصطاد وحابه الصيد هتحس باللي احنا بنعمله ده. نروح بقى ان شاء الله والاخ صبري يعطيني فيديوهين دنيس، نتكلم بقى عن شرح الدنيس ان شاء الله. يلا بينا يا جماعه، هنشتغل على نوصف فنيات صيد الدنيس تسقيط للمبتدئين، ده ان شاء الله هيبقى عنوان الفيديو بتاعنا. يلا بينا يا جماعه. ان شاء الله الدنيس يا جماعه ده من افضل انواع الصيد، يعني عاوز صيد محترفين شويه. في التسقيط بالذات لازم تنيم له الرزورت بتاعك والقرمه بتاعتك على الارض، ياخد منك يرمل كده مرتين تسيبه، وفي الثالثه هاته تمام ماشي مفيش معاك. واحلى حاجه ليه؟ العقر في التسقيط بالذات، العقر الحي. هنقول له كره برضه اللي عندي ان شاء الله يا جماعه. يلا خليكم معانا باذن الله، يلا بينا. بس الصوت ايوه يا جماعه، كان حاجه بسم الله ما شاء الله. نقطه 2/2/2020 الصلاه على النبي، ادي شغل الدنيس يا صلاه النبي، يا صلاة النبي على الصبر. ادي الدنيس وادي العروسة. طبعا احنا جايين بعد الظهر يا جماعة، يعني احنا جايين بالظبط كده هنا الساعة 2. الحمد لله رب العالمين يا شباب، اهو اتوصلنا بالسلامة والحمد لله رب العالمين. والله غيرنا جو، كان اليوم كويس. طبعا انا منورني الاخ يحيى، ما هو سايبني طبعا يصور، عايز يا هو يصورني يا اما يطلع معايا، فقلنا يطلع معايا ايه احسن يعني تمام.
بص يا جماعة، هيطلع لكم دلوقتي صورة، ماشي؟ الصورة ديت لبرنامج بيقيس حرارة الجو والطقس عامة، يعني بصفة عامة، ارتفاع الموج، سرعة الريح، درجة الحرارة. أول حاجة هتقابلكم على الشمال اللي هو الويند، مكتوب حاليا دلوقتي عندك 14، الويند ده اللي هو الريح 14. طبعا الرقم دوت لو طلع لك كده زي اللي عندي في الصورة هتضرب في 1.8، يعني مثلا إيه؟ انت هتختار اليوم اللي هو يناسبك للصيد، عايزك تطلع مثلا في ريح ما يزيدش عن ال15 او ال20 وموج ما يزيدش عن المتر. لو جالك مثلا ريح 10 في الطقس ده، هتعرف ان ال10 دي هتضربها في 1.8 يبقى 18، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ لسرعة الريح اللي هو كلمة الويند دي. في بعد كده الوزر اللي هي درجة الحرارة، دي احنا ما بنهتمش بيها قد كده. آخر حاجة عندنا اللي هي الوفز اللي هو ارتفاع الموج، حاليا متر و7، احنا ما بنطلعش في متر و7، احنا اخرنا متر. كل ما يقل عن متر كده بيبقى ان شاء الله الايه اليوم كويس. نيجي بقى ندخل على فنيات ان شاء الله، فنيات صيد الدينيس تصقيد. بص يا جماعه، رحله الدينيس تصقيد دي 50% منها بيرجع للمراكب اللي انت معاه في الاماكن، ماشي؟ الاماكن اللي هي مشهوره لصيد الدينيس في اسكندريه، في ارض في ابو قير اسمها ابو حصى، وفي ارض برضو حصى في ميامي. المراكبي اللي هو الفاهم هو اللي بينزلك على ارض دينيس، تمام؟ بس انت عشان تبقى فاهم، يعني اطلب منه ان هو ينزلك على ارض حصى، او تخليه ينزلك على حاجه اسمها حرف الوعر. يعني ايه حرف الوعر؟ حرف الوعر ده احنا بنبقى فيه ارض تحت مننا وعر، بعد ما الارض دي بتخلص بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه رمله، بين الرملة والوعر المكان ده احنا بنقول عليه ايه؟ حرف الوعر. حرف الوعر ده اللي تخليه ينزلك عليه. الخطان المستخدمة هتشتغل ان شاء الله، لو معاك برد يبقى 10 على 10، ما فيش برد ابدأ مثلا من 40 45 50، تمام؟ يكون على الايه؟ على المكنة. ضربة الدينيس، مشكلة سمكة الدينيس ان هي سمكة قوية جدا، والفك بتاعها اسنانها قوية برضو جدا، لان هي ايه؟ اسنانها بتبقى عباره عن ضروس طحانه، والسمكه دي بتفضل تضرب معاك لحد اما تطلع بره خالص من على المركب. يعني انت لو جايبها من على 30 متر ولا 40 متر هتفضل تضرب معاك في الصناره لحد اما تطلع فوق. ولذلك يفضل ان انت تستخدم لها صنار يكون حامي جدا جدا جدا. يعني طبعا لو صنار ملوي يبقى كويس، لو صنار بكرش يبقى كويس. هي افضل الصنانير اللي هي المحبه ليها اللي هو الصنار الملوي او الصنار البكرش، حاجه مثلا زي كده، حاجه زي كده. الملوي اللي هو الاولاني ده يا جماعه، ده صنار ملوي اهو زي ما انتم شايفين، تمام؟ براجع زي برضو ما انتم شايفين، الحربه بتاعته كويسه. الصنار ده اسمه فيولا، انا منجيبه من عند تاجر عندي هنا، بيدولي 25 جنيه، فهو ممكن يكون عندكم في اسكندريه او هنا يوصل لحد 35، مفيش مشاكل، بس هو صنار كويس. لو حبيت تجيب اللي هو الفيولا ده هتجيب منه الاربعه والخمسه والسته، مش هيخسرك برضو، تمام؟ ده اللي بعد منه ده اللي هو بكرش، ده حاليا الصنار اللي هو في ايدي ده صنار خمسه، برضو صنار حامي زي ما انتم شايفين. واللي هو دوت بس انا اللي معايا ده كربون، لو لقيت نفس الحجم ده ابيض هيبقى كويس. دول اللي هم الايه؟ الصنانير بكرش، تمام يا شباب؟ نرجع بقى للايه؟ للطعوم، طعوم الدينيس. طبعا الدود الاسماعلاوي طعم ممتاز جدا، ولكنه ايه؟ ولكنه غالي، فطبعا مش هينفع معانا في التصقيد. في معلومه يا جماعه عن العقر والبرغوت، الطعوم دي تعتبر من افضل الطعوم اللي هي تستخدم في المالح. يعني انت لو لقيت عقر سواء طازه او مش طازه او كلام من ده، دي حاجة مناسبة، ماشي؟ غير العقر ممكن تشتغل عليه بالسردينيلا، سردين قطعه ملحه يجي معاك هيضرب معاك إن شاء الله. ممكن حاجة تانية برضو شعبية خالص ورخيصة خالص، وفي ناس ياما بيتهيألي مش عارف عندها خلفية بيها أو ما بتفضلش تعملها، ممكن تجيب مصران الفراخ، تقص حتة المصرانة مثلا 3 أو 4 سنتي، وبعد ما تقطعها تقطعها كلها ايه؟ بالمقص كده 4 سم 4 سم، وتيجي حاطط لها ملح، وبعد الملح حط لها شويه رده عشان تكتم الريحه بتاعتها،
وتشتغل بيها على الصنار الملوي اللي انا لسه ايه لسه موريه لكم دوت اللي هو براجع ده. المصران برضو شغال كويس للدنيس. نرجع بقى لارض الحصى. طبعا احنا ان شاء الله هننزل على ارض الحصى باذن الله. احنا الايام اللي جايه دي يا جماعه ان شاء الله تبقى كلها ايام ايه ايام دنيس. يعني هو عز موسمه معانا من شهر مثلا 11 لحد شهر 3، بيجي في الصيف بيقل معانا في الايه في الصيف. هتنزل انت على ارض الحصى توزن طبعا على حسب زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل ده، تشوف لي تحت منك كام قامة، هتقول له كام قامة او كام متر. لو قال لك 10 قامة يعني 15 متر، 15 قامة تضرب بقى في 1.5، القامة اللي هي متر ونص تقريبا يعني. وبرضه لو انا قلت حاجة غلط وحد حابب يوضحها لي ده هيسعدني، يعني احنا كلنا بنتعلم من بعض. تمام، هتظبط انت الرصاصة بتاعتك على حسب الغوط اللي هو تحت منك، وهتنزل ان شاء الله بالطعم ايه بالطعم بتاعك. اول ما الدنيس يعلم معاكم على المركب، يعني تلاقي اكتر من واحد مثلا بياخد، هتنزل انت بالرمية بتاعتك، هتصبر عليها شوية. ساعة ما تحس ان هي بتنقر خليك ايه يعني تحكم في الادرينالين عندك، ما تضربش على طول. تحس ان هي بدأت تخطف منك، اضرب ضربة كويسة. لو حابب تعلق اكتر من سمكة انزل تاني على الارض، ريح الرصاصة بتاعتك على الارض خالص، وسيب السمكة اللي هي متعلقة ايه ديت تضرب معاك. هتحس بالايه بالرعشة بتاعتها، ولو دخلت عليك سمكة تانية هتضرب. بس هو اغلبية الارض اللي احنا بننزل عليها بتبقى ارض قريبة، فاحنا بنفضل نطلع بسمكة او بسمكتين، ما تطولش يعني على نفسك. تمام كده ان شاء الله يا جماعة، احنا كده ان شاء الله اتكلمنا على الطعوم، اتكلمنا على الارض، اتكلمنا على عدة. شوف لو انا قصرت في اي حاجة او حد لسه حابب يسأل عن اي حاجة، انا تحت امركم يا جماعة. تحياتي ليكم، بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك لو الفيديو عجبكم، واللي اول مره شفناه ايوه، وتشتركوا في القناه يا جماعه زي ما الاخ يحيى ايه قال لكم يا جماعه. ماشي، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.